في الفيديو النهاردة هنتعلم ازاي تكسب من النت. يلا بينا. ازيكم يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. انا كريم عفاف بقدم محتوى في ستار موتيفيشن سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول. قبل ما اقول اي حاجه تاني، شكرا جدا للدعم الخرافي اللي انتم بتدعموه لي الفتره اللي فاتت. كل واحد عامل سبسكرايب او عمل لايك للفيديو او شاف الفيديو فهو عظيم بالنسبه لي، والناس التانيه برده عظيمه، بس لو انت عملت سبسكرايب وعملت لايك هتبقى اعظم من العظيم، فهمني اكيد. يعني في الفيديوهات اللي فاتت اهتمينا بالعنايه الشخصيه، واهتمينا بشعرك، واهتمينا بجسمك، واهتمينا بالسوشيال ميديا بتاعك، واهتمينا بالبرامج اللي انت تتعلمها لو انت ما اتعلمتش ادم بريمير والكلام ده. لو ما شفتهمش انصحك ان انت تشوفهم، هتلاقيهم في الاي اللي هنا او الاي اللي هنا، ادخل اتفرج عليهم عشان هينفعوك جدا. وجه الوقت دلوقتي لتسبيق جيوبنا، وتقريبا حلم حياه اي شاب بيتفرج على الفيديو ان هو يقعد في البيت ويشتغل على الكمبيوتر وياخد دولارز. الموضوع مش صعب زي ما انتم متخيلين، الموضوع سهل جدا. وفي كمان لينك كمان هسيبه لكم لقناه صديقي، هتلاقيه هنا او هنا، هيشرح لك كل حاجة بالتفصيل وازاي تكسب تقريبا 100 دولار في اليوم، دخل كويس جدا في اليوم، وهو اعلم مني في الحوار ده. انصحكم تدخلوا تشوفوا القناة بتاعته، هتنفعكم جدا. الموضوع سهل جدا لو انت حاطط الموضوع في دماغك وعايز فعلا توصل فعلا لحاجة فيه. ولازم طبعا تتعلم الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الفيديو اللي فات، برامج الادومي والفوتوشوب والكلام ده، هتبقى حاجة اساسية جدا في الفريلانسر او في العمل على النت او العمل الحر. هتلاقي الموضوع هو عرض وطلب بالنسبة لك، يعني انت حد بيطلب منك خدمة وانت بتعملها له، فهو بيديك مقابل الخدمة دي، اذا كان مونتاج فيديو او اذا كان اصلا تعديل صوره على الفوتوشوب او حاجه تعملها له على الفوتوشوب او اي حاجه عموما يعني. فانا هديك شويه نصايح مع الفيديوهات اللي هتتفرج عليها في القناه اللي هسيبها لك هنا او هنا، الاثنين مع بعض كده هيعملوا لك كده ميكس تعرف تبدا عليه على الفريلانس. اول حاجه لازم تتقن الحاجه اللي انت داخل عشانها، يعني انت لو ليك في الفوتوشوب بس او ليك في المونتاج بس، فانت تدخل ويبقى عندك علم كفايه بالبرنامج اللي انت هتدخل تسوق لنفسك بيه، عشان لو اي حد طلب منك اي طلب في البرنامج ده او في الاختصاص بتاعك تعرف تتعامل على طول. تاني حاجه، ما تستناش مقابل كبير قوي في الاول، يعني لازم في الاول تنزل في السعر الخدمات اللي انت بتعملها عشان يبقى الموضوع قدام الناس كلها منافس، وتبقى قدام الناس التانية اللي هي اصلا بروفيشنال في الحوار الفريلانسر والبرامج اللي انت هتتعامل عليها والكلام ده، تبقى انت السعر بتاعك مغري شويه، وان انت اصلا تبقى عارف كمان في البرنامج، فالموضوع يجي لك واحده واحده. تالت حاجه هي الصبر والاستمراريه، يعني مش من اول شهر مثلا ما جالكش اي حد فتقول خلاص الموضوع ده كده فاكس بقى وانا مش هدخل فيه وخلاص انا قست والكلام ده، لا خالص. وحاول ان انت تتعامل مع كذا ويب سايت كتير، مثلا 10 ويب سايت او 11 ويب سايت، يبقى مش مقتصر على ويب سايت واحد بس او برنامج او برنامج او صفحه واحده بس، خليك في كذا ويب سايت لحد ما يجي حد ويطلب منك الخدمه. تالت او رابع حاجه انا مش فاكر، حاول وانت بتقدم الخدمه للشخص اللي هيجي لك حاول يبقى عندك اوبشنات ثانيه، يعني تدي له حاجه زياده عن اللي هو طالبه. يعني اللي هو مثلا طالب مثلا صوره بلوك معين او صوره مثلا تعمل عليها مثلا حاجه معينه في الفوتوشوب، حاول تعمل له كذا صور، صورتين ثلاثه وتبعتهم له. والحاجات الثانيه دي ما تاخدش عليها فلوس، الحاجات الثانيه دي تبقى فري عشان هو يديك ريت محترم تقدر تبدا عليه، والناس كلها لما تيجي تشوف ان الحاجات بتاعتك فعلا الريت بتاعتها عاليه او الصفحه بتاعتك الريت بتاعها عالي فتدخل لك اكتر. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده في الموضوع اللي انا معلوماتي فيه محدوده شويه، بس حاولت اشارك الحاجات اللي انا عارفها او اللي انا اتعلمتها في الفتره اللي فاتت في الفيديو ده. اي حاجه محتاجها في الموضوع ده لو انت عايز تتعمق فيه، اذا كان صفحه تبدا عليها او ازاي تبدا عموما او ازاي تسحب فلوسك، هتلاقوها في القناه بتاعت صديقي وهتستفادوا جدا منه. بس كده والفيديو لحد كده يكون خلص. ما تنساش تعمل سبسكرايب في الحاجات اللي هتظهر تحت هنا دي كده، وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.